فترة 5 دقائق لو في أي حد عنده استفسار أو سؤال. الله يعطينا نعمة ويدينا إرشاد بالروح القدس، نحن نشوف ما يقوله الله وما يرد عليه الكتاب المقدس. أي استفسار؟ أي سؤال؟ تفضل. من يجدف على ابن الله يغفر له، ومن يجدف على الروح القدس لم يغفر له. أيما أعظم، ابن الله أم الروح القدس؟ ده اللي بيفتكره. يا تكمل للسؤال، من يجدف على ابن الله يغفر له، ومن يجدف على الروح القدس فليغفر له. الناس بتفتكر معقول الروح القدس أعظم من ابن الله اللي هو المسيح؟ طبعا ليس هو المقصود بهذا الأمر، لكن الثلاثة أقانيم هم واحد. المقصود به أنه من يجدف على ابن الله، يعني لو جاء إنسان في فترة من الفترات تجديف، يعني ينكر الإيمان، يرفض الإيمان، وبالتالي اللي يجدف على ابن الله يعني ينكر الإيمان في وقت من الأوقات، لكن يرجع الإنسان، يعود الإنسان، فبالتالي يتغفر لي والخطية بتاعته. عشان كده في طقس الكنيسة، في لو حصل هذا الأمر، في صلاة اسمها بنسميها صلاة الجاحد، موجودة في كتاب الخدمات، صلاة الجاحد. صلاة الجاحد هو زي الإنسان بالضبط كده، لا تعاد معمودية الإنسان مرة تانية. احنا عارفين المعمودية لا تعاد، لكن صلاة الجاحد هو عبارة عن صلاة بيوضع فيها الإنسان اللي بيرجع عن الإنكار الإيمان، يرجع للمسيح، يقدم توبة، بالتالي الكنيسة بتضعه تحت تأديب وتحت قانون كنسي، وبالتالي تصلي له صلاة تسميها صلاة الجاحد، لكي ما يعود الإنسان بعد كده ويشترك مع المؤمنين ومع أولاد الله في كل أسرار الكنيسة، وفي كل خطيته اللي أنكره، اللي جحد بيها المسيح، اللي أنكر بيها الإيمان، يوم ما يعود الإنسان تغفر له هذه الخطية. لعلنا عندنا مثال زي كده، معلمنا بطرس الرسول أنكر المسيح، إن لم ينكر علني، لكن إني لا أعرف هذا الرجل، ويوم ما بصاله السيد المسيح بكى بكاء مرا ورجع. قديس مرقس والد القديسة دميانة، يوم ما عرض عليه الملك وأغراه أنكر الإيمان، رجع لبنته قديسة دميانة فقالت له: كنت أود أن أسمع خبر موتك وأنت مسيحي من أن تنكر الإيمان. عمل إيه؟ النبيت هذه الكلمة، رجع على طول للقديس الإمبراطور ديقلديانوس، أعلن إيمانه مرة تانية، وبالتالي غفرت له خطيته واستشهد مات شهيد. فده التجديف على ابن الله اللي هو نكران الإيمان ورفض الإيمان. إنما التجديف على الروح القدس هو رفض التوبة، رفض التوبة، رفض التوبة إلى آخر يوم في حياة الإنسان. يقول كده الكتاب المقدس: متى جاء معزي الروح القدس فهو يبكت الإنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة. على خطية، دي خطية كل الإنسان البشر، على بر لأنهم لم يؤمنوا بيه، على دينونة لأنهم حيوضعوا ليوم الدينونة طالما أنه لم يؤمنوا بالمسيح. فعلى خطية الروح القدس دايما هو اللي بينبه الإنسان. فبالتالي من يجدف على الروح القدس يعني يرفض أن يسمع لصوت الروح القدس، ويرفض أن يسمع روح صوت القدس يعني يرفض التوبة. الإصرار على الخطية وعدم التوبة، يعني في إنسان ممكن يعني ضعف منه تلاقيه أنه يسقط في الخطية باستمرار، لكن يعمل إيه؟ يسقط في الخطية لكن يرجع بسر التوبة والاعتراف، يقدم توبة ويعترف بالخطية. نمدية إصرار على الخطية وفي نفس الوقت عدم توبة، يعني رفض
عمل الروح القدس. هنا الكتاب المقدس يقول كده أن الإنسان دي اللي يجدف على الروح القدس لن يغفر له، لأنه لحد آخر لحظة في حياته وهو ما مات في الخطية بتاعته. ده المقصود به من يجدف على الله، على ابن الله يغفر له، واللي يجدف على الروح القدس لا يغفر لهم. حتى يكمل يقول كده لا في هذا الدهر ولا في الآتي كمان، لأنه مات الإنسان وهو باقي في خطيته. يحمينا ربنا.